السلام عليكم. اليوم راح ندير لكم وصفة المصاصات، في نفس الوقت راح ندير بها حلويات دي بونبون. الو، الخاصية تاع هذه الوصفة انه المصاصة ما تجيش كيما اللي تباع برا، هذيك اللي تكسر يعني بصعوبة، وكي تاكلوها تلصق في السنان. الو، هذه تتكسر بسهولة، يعني كي تاكلوها تحسوك شغل راكم تقرمشوا فيها. راه تصلح كي تحطوها في بوفيه في اعياد الميلاد والمناسبات، ولا تزينوا بها الكعكات. فوالا، الوغ شوفوا كيفاش تتقسم. شوفوا، الوغ هاديه تتكسر يعني هكا بكل سهوله، ماشي كيما يعني المصاصه يعني اللي تتباع في المحلات. الوغ قبل ما نبداو الوصفه، هنا راح نوري لكم بعض ليمون. الو، انا استعملت هذا الليمون. هذا الليمون راه يتباعوا في الاسواق، كاين على هذه الاشكال، وكاين شكل سبيدرمان، وكاين ميني ماوس، كاين عده اشكال، كاين فراشه. الو، يتباعوا هكذا، يتباعوا وحدهم، وكاين اللي يتباعوا بليتيش تاعهم. الو، اللي يتباعوا وحدهم، كاين اللي تيش تاني يتباعوا وحدهم. الو، كيفاش ديروهم؟ تحطوهم هنا في هذا الفراغ هذايا، تحطوا لاتيش تاعكم فوالا، وتحاولوا لاتيش تطلعوها هنايا في الوسط، يعني هنايا تلحق للوسط تاع اذا هنا لازم تلحق لكم للوسط باش تحكم لكم مليح لا سوسيت ديالكم وما تتنحاش. وحاولوا كي تحطوها تضغطوها مليح، يعني باش تفيكسها مليح في القالب. وكاين هادو ما ثاني تباعو تاع لي بونبون ولا مارشميلو، ولا راح ندير لكم ان شاء الله الوصفات ديالهم. الوغ كاينه هكذا، كاينه هكذا، كاين عده انواع واشكال. فوالا، الوغ بالنسبه للملونات تاع هاد الوصفه، تقدروا تستعملوا الملون اللي تحبوا جل، تحبوا سائل، تحبوا بودرة، وشنو ما تكتروش منه، لانه راح يعني يرجعها لكم مالحة لو كان تكتروا منه. تقدروا ديروا لاباد داغوم، انا عندي هنا فاني، عندي كراميل، عندي فخيز. الو، هنا قلبتها لانه قعد لي كميه قليله باش تهبط لي للتحت باش نقدر نخدم بها بسهوله. الو، كيما تحبوا ديروا منكهات، ملونات، المهم كي تحبوا. والمنونات دائما ديروهم في البدايه من الافضل، باش لانه كي يوجد الخليط ديالنا يعني راح نحطوه مباشره نفرغوه، ما نقعدوش نزيدو نلونو فيه. فوالا، الو بالنسبه للوصفه، انا عندي هنا 20 غرام جلوكوز. جلوكوز حطيته في كاسرونه مباشره وزنته فوقها، حاولوا توزنوا مباشره في الكاسرونه باش لانه الجلوكوز يلصق، باش ما تضيعوش يعني كميه تاع الجلوكوز كي توزنوه في الكاس ولا في اي حاجه، ما تعاودوا تفرغوه في الكاسرونه راح يتعبكم. عندي 30 غرام تاع ماء عادي بدرجه حراره الغرفه، وعندي 150 غرام سكر. فوالا، الو راح نبداو مباشره بطريقه التحضير. فوالا، لو حطيت الكاسرونه ديالي راح نحط مباشره فوق الجلوكوز الماء و 150 غرام تاع السكر. راح نشعل النار. الو، هنا استعملت لو فو الكبير، نار قليله، وراح نحرك الخليط. الو، هنا تقعدوا تخلطوا حتى السكر يذوب مليح مع الماء والجلوكوز ويبدا يغلي. فوالا، الو كي يبدا يغلي تحسبوا 7 دقائق، يعني تنحوا الكاسرونه تاعكم من فوق النار. اذا طريقه بزاف سهله، هنا ما تحتاجوا لا سكر ايزومات لا مقياس حراري. فوالا، الوغ تكملوا بهذه الطريقه على النار هاديه كما وريت لكم حتى يذوب السكر ويبدا يغلي الخليط. فوالا، هنا بعد ما خلطتوا شويه راح ندلو. انا هنا راح ندير كراميل، هو في نفس الوقت منكه في نفس الوقت ملون. اذا راح ندير حلوه وسوسات بذوق الكراميل، راح نخلطو. اذا ضفت واحد النصف ملعقه صغيره تاع المنكه،
وهنا راح نقعد نخلط يعني حتى الخليط يبدا يغلي، باش نحبس يعني باش نبدا نحسب له 7 دقائق. الوغ لاحظوا هنايا الخليط ديالي وبدا يغلي، شوفوا هنا تبداو تحسبوا 7 دقائق مع التحريك المستمر. وهنا بعد ما جازت 7 دقائق راح نحي الخليط ديالي من النار ونفرغه مباشرة في ليمول. الوغ هنا كي تفرغوا في ليمول لازم تلحقوا لاتيج باش لاتيج تلصق مع لاسوسات ديالكم، يعني لازم تلحقوا لاتيج. فوالا راح ندير لكم شويه سوسات هكذا، ندير لكم لي بونبون. فوالا راح تعملوا في الوسط وهو راح ياخذ الشكل. فوالا لكم هذه، نزيد لكم تاع كيتي إلو كيتي. هنا وانا تحبوا تعمروهم كامل، تحبوا تعمروهم نص كيما تحبوا. هنا بنكمل لاسوسات، وهنا تخلوهم حتى يبردوا تماما. هنا بلاك وتمسوهم لانه الخليط بزاف سخون، يعني وحاضروا انه الدراري ما يكونوش يعني قدامكم كي تكونوا ديروا هاد العمليه، سورتو الدراري صغار اللي ما يعرفوش، لانه الخليط هذا بزاف يعني بزاف سخون براتيكمون كيما الكراميل يعني. فوالا الوغ انا هكا راح نخليهم يبردوا تماما ومن بعد نحيهم، نعاود نولي لكم باش نحوهم اونصومبل. الوغ هنا بعد ما يبردوا تماما، الوغ ضروري يبردوا تماما، في الاول يبانوا لكم باللي مازال هم شغل ليكيد، بصح هما كي يبردوا كامل وينشفوا مليح يعني راح ياخذوا حوالي هكاك 4 ساعات باش ينشفوا مليح. الوغ هنا كيفاش تنحوهم، تعبزوا منا بصبعكم وتجبدوا راح يتنحاو لكم بكل سهوله. فوالا الوغ هذا بالنسبه للسوسات. هنا برك حاضروا قلت لكم باللي سي دي بونبون طريين نوعا ما، الوغ كي تنحو هذه رقيقه شويه، حاولوا كيفاش تنحوها بلا عقل فقط هنا بلا ما تعبزوا بزاف. الوغ حاولوا كيفاش تجبدوها وتطلعوها للفوق بلا عقل برك. فوالا هكذا، فوالا هكذا، وتعطيكم الشكل هذا. فوالا ونفس الشيء بالنسبه للاخرين. الوغ هادو مثلا يتنحاو لكم بسهوله، وهادو تاع ايلو كيتي تاني تنحى لكم بكل سهوله. وشوفوا كيفاش يجوا يبريو ان شاء الله. فوالا الوغ انا نحطهم في طبق التقديم ونعاود نرجع لكم. الوغ هامليك المصاصات والحلويات ديالنا، انا كنت هنا خدمت بالوان ونكهات مختلفه، قدرت الاصفر بنكهه الفانيليا والاحمر بنكهه الفريز، وانتم ديروا النكهه واللون اللي تحبوا. الوغ راح نقسم لكم تشوفوا كيفاش تجي. الخاصيه تاع هاد الحلوى او المصاصه انها تجي تتكسر بكل سهوله، يعني ما راحش يعني كي تمضغوها ما راحش تلصق في سنانكم. فوالا اذا نتمنى الوصفه تاع اليوم تكون عجبتكم، الى اللقاء في وصفات اخرى ان شاء الله.